لو الحكاية فيها إن فيتو ربنا يقول انت ولاده يدعوا له اعملوا صدقة جارية. لو ربنا عطاك اعملوا صدقة جارية. وهو اصلا مش محتاج صدقة. انتوا اللي محتاجين. هو مش محتاج. ده رايح الجنة عدل. تمرجي ما كنتش عايزه تدخلني. اه طب والله بص على رجليه فين. الصغير اسمه ايه؟ عبد الله. عبد الرحمن صغير. شبه اسمه ايه؟ يوسف. يوسف بقى اللي شبهه بالظبط. خالص كل حبيبي. طب انا اتجنن على ابوه لو ما شافوش. عنده 4 سنين حبيبي. اتجنن على ابوه. هو كان عنده كام عيل؟ عبد الله. عبد الرحمن يوسف. كان عمره عنده عبد الرحمن في اولى ثاني اعدادي. وعنده عبد الله في ثالثه. يوسف عنده 4 سنين. هم قالوا لك امتى خبر هو متجند بقاله قد ايه؟ ده من سنه 6 من الطول. عمره كله في الجيش يا بنتي. والله والله ما عاد ولا يوم في الضعف. عمره كله في الجيش. لو انه ما كانش ناوي اتجوز عايز جامعة مدرسة طلعت مطوعانة. واعرف كده ما كنتش وديته. يا رب والله يا رب يا رب ما كنت وديته بايدي. انا وديتك بايدي يا ابني. انا وديتك بايدي يا ابني. وديتك بايدي يا ابني. وديتك يا ابني. وديتك يا ابني. وديتك بموتك يا ابني. وديتني الجنة. وديتني الجنة. يا رب.